العظيم. صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صلي على حبيبك المصطفى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى، سلم يا ربي على نبيك المجتبى. Yeah.
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 الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الودي برهانه، المقصود في الوجود كرمه ويسانه. تعالى مجده بعد مشانه، خلق الخلق لحكمه وطوى عليها علمه، وبسط من فيد المنة ما جرى به في كداره الجسم. صلى الله عليه فارسل له مشرف خلقه وعجل بيده رحمه، خلق ارادته لازلت بخلق هذا العبد المحبوب، انتثرت اثر شرفه في عالم شهادتي والغيوب. فما جل هذا المن الذي تقرم به المنان، وما هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في كلمة حمود، وتأطر بوجود أكناف الوجود، وطرزت برد العلم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Sira kabeh rikala jaman nabi sahabat tabi'in dan para wali iku langgengake ngaji gatekno sira kabeh rikala jaman nabi sahabat tabi'in lan burwani ikum langgengake ngaji Jangan
Oh,
diumumkan ada anak namanya Alip yang nyariin ibunya bernama Leni, yang sekarang anaknya nunggu di samping kanan panggung. Mbak Leni, anakmu lho Bu, Bu ya Allah Mbok culke dhewe. Bu Leni, dinteni anakmu Bu. Mesakno lho, cah cilik tinggal wong tuwane wis wis. Ibu Leni, dicari anaknya yang bernama Alip. Lah ya, anaknya sini Pak atas panggung biar ibunya melihat. Ah, digendong sih Mas Banser. Nah, untung anaknya enggak cengeng. Dadah. Nah, bawa sini. Biar ibunya nanti naik panggung. Ibu Leni, anakmu Bu. Ya Allah Bu, Bu. Nah, Ayub, Ayub, kamu duduk di antara vokal-vokal yuk. Ayub, ayo yuk. Kamu duduk di antara vokal-vokal. Di antara vokal-vokal suka langit yang paling apik suaranya Ayub. Tenang yuk. Oke yuk. Ayub, satu lagu tak kasih duit 100.000. Coba, coba, Ayub bisa enggak? Coba, kasih. Kasih. Coba yuk, enggak usah pakai hadro. Aku mau ngelatih vokal. Ngelatih vokal. Nih, lihat. Anak hadro, kamu tuh vokal belajar sama Ayub. Dengarkan suaranya Ayub. Ayub, tunjukkan yuk. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohsudi Ali. Sallallahu ala صلوا على النبي محمد يا خجرة ضم جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بضرام يا خجرة ضم جمال محمد حويت كريما سيدا كاملا بدرا مضى الأمر مني محمد انقضى ولم تسبحني الأيام أن أعذر الحجر مضى الأمر مني يا حبيبي وانقضى ولم تسمح لي الأيام أن أعذر الحجر مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطى عيني
ورب السماء ورب السماء ورب السماء أعطى حوضا وكوثرا.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم القدس الواسع، تجلي انقطع بانتشار فضله في القريب والشاسع. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تقراره بكثرة دردات، حيث أبرز من عالم الإنكار صورة هذا الإحسان. يتشرف بوجوده تقلات، وتشرى أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلبي وسروره قد والى بحبيب عم الأنا من والى، جل من شرف الوجود بنور أمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في الحسن أعلى مقام، وتناهى في مجده وتعالى، لحدته العيون فيما اجتلده بشرا كاملا يزيح ضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز نفس اللسان، ويحار في التعقل معانيه الجنان. يعتشر منه في عالم البطون والدهور، ما ملأ الوجه الحلق ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فما فجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاماً على سيدنا محمد الذي تنحن غير الغضب وتنفرج غير وحسن وحبيبي وعيوني.
dari guru kita semua, yakni dari beliau Al-Habib Muhammad Farid Al-Mutahhar, Atallahu marfi sihhatihi wa afiyah wa syarafullah qadruhu antamallahu izahu. Saya harap kepada seluruh hadirin pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengarkan dengan bijak, dengan ta'zim. Insyaallah apa yang nanti beliau sampaikan bisa bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Yang paling penting insyaallah bisa menjadi ilmu bagi para pemuda dan para pemudi. Pada beliau kami persilahkan sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin imamil anbiya'i wal mursalin wa qaidil wurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ala jami'il malaikatil muqarrabin
وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، حضرة المحترمين استوى إنكم قولوا حرمتي para alim ulama, para masyayikh, para habaib, para sayyid, para sadah, wabil khusus as-sayyid al-habib Zaidan bin Haidar bin Yahya, wabil khusus panjenenganipun simbah Kiai Haji Hamid dan seluruh para kiai enggang rawuh. Kita doakan para habaib kita, para kiai kita, para masyayikh sedoyo panjang umur. Mudah-mudahan mereka semuanya diberikan afiah, mereka semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, selalu membimbing kita semuanya. Amin Allahumma amin. Sedoyo tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, saking sipil, TNI, Polri, ingkang kawula hormati. Sedaya pengurus Nahdlatul Ulama, saking Tanfidiyah, saking Syuriah, Ansor, Banser. Sedaya sepuh bini sepuh, lan sedaya para pecinta solawat, calon penghuni swarga. Sing mburi amine kurang banter. Calon jamaah haji, amin ya Allahumma amin.